وفي نشرة الظهيرة ليومه الاثنين الفقرة الثقافية الأسبوعية مع نادية اليوبي. نادية أهلا بك. أهلا بك زارة. في فقرة اليوم نادية نتوقف عند الآثار السلبية لمخلفات استخراج زيت الزيتون على البيئة. نعم. وخصوصا عند طرحها عشوائيا. نعم، كما قلت الطرح العشوائي لمخلفات معصير الزيتون من بقايا المواد السائلة تطرح في المحيط البيئي، إذن يؤذي هذا الطرح الوسط الطبيعي حيث يلوث المياه، تلوث يعني سطح الأرض وأيضا باطنه، يتسبب في إتلاف كل الماشية والتربية والتربة الزراعية. أيضا المصادر الزراعية تقول أن زيت الزيتون المستخرج من ثمرة الزيتون لا يشكل سوى 2% من القيمة الغذائية لهذه الثمرة، حيث لهذه في حين أن مخلفات يعني عملية عصر الزيتون مخلفات هذه الحبة يكون مصيره مكبات النفاية، ولاحظي معي هو يشكل 98% من القيمة الغذائية. هنا يصبح الحديث ضروري جدا عن تثمين مخلفات الزيتون عوض إهدار هذه الثروة الطبيعية، فكيلوغرامان من نوى ثمرة الزيتون يعادل لترا من طاقة الغازوال، أي ما يعادل 10 كيلووات من الطاقة، وهو رقم مهم لتثمين الإمكانيات الطاقية لهذه الكتلة الحيوية للزيتون، والتي تعد مكسبا بيئيا واقتصاديا مهما أيضا، يمكن استثمارها من خلال سلسلة إنتاج الزيتون. الإجابة على كل هذه الأسئلة وكيفية ذلك من مدينة فاس ضمن روبورتاج أنجزته سارة جابري وإدريس الكهن، التحرير لسمير البحميدي. إنه موسم استخلاص الزيت من حبات الزيتون. هنا الوحدة الإنتاجية تعمل بكامل طاقتها، لكنها في ذات الجانب تنتج مخلفات ملوثة كالفيتور وما يعرف بالمرجان تؤذي البيئة. ملوثات تعمل عدد من الوحدات الإنتاجية على تثمينها. نجمعوه في هذا البسان هذا على ما كيجي الكاميو كيصارجي وكيدير للشركات اللي مختصين به اللي كيعاودوا له وكيخرجوا منه بزاف ديال الناس فين كيتبخر وفين كيتخدم. كنجمعوا كنحافظوا على البيئه طبعا خصنا نجمعوا. تثمين مادة الفيتور له من المزايا الكثيرة التي تعود بالنفع على الإنسان، إذ يمكن استعمالها لإنتاج الطاقة وإنتاج سماد عضوي لتخصيب الأرض أو غذاء للحيوانات. الحلول المرتبطة بمخلفات الزيتون كالمرجان هي وسائل تم اعتمادها منذ سنوات، ومن أهمها إعادة تدوير هذه المخلفات لاستعمالها في مسائل مختلفة. أضف إلى ذلك إمكانية التوجيه إلى دورات إنتاجية صديقة للبيئة. كمية الفيتور هذه يمكن التخلص منها عبر توزيعها على مساحة 8500 هكتار من الأراضي الزراعية، وذلك لضمان إخصاب يتلائم مع شجرة الزيتون وبعض الأشجار الأخرى التي تثمر سنويا دون أن تتأذى منها البيئة. تبقى فقط جزئية التعاطي مع هذه المخلفات بعقلانية ووضع نصوص لقوانين التي تنظم العمل بإعادة استعمال المنتجات الثانوية للزيتون. ونادي، إذا وجب تثمين مخلفات الزيتون هناك نفايات أخرى لا يجب التخلص منها عشوائيا ويجب عقلنا التخلص منها، لأجل ذلك وضعت تجربة الحاويات تحت أرضية لها من الجوانب الإيجابية ما يدعو لاعتمادها، وقد عشنا هذه التجربة في عدة مدن. نعم، مدن أخرى يعني قامت بتثبيت هذه الحاويات، نذكر مدينة العيون ومدينة فاس للأسف التي فشلت فيها التجربة. إذن جماعة البطانة وجماعة سلا الجديدة تخلصت ساكنتها من حاويات النفايات التقليدية وحظيت بتثبيت أخرى تحت أرضية بها فتحة يتم من خلالها وضع الأزبال ويتم إفراغها عندما يتنبه عمال النظافة لذلك عبر إشارة ضوئية. الساكنة مطالبة اليوم باحترام عمل الحاويات ذات التقنية الجديدة حتى لا تفشل التجربة كما فشلت في مدن أخرى، وذكرنا كمثال مدينة فاس. إذن عن هذه التجربة يدور ربورتاج هندوبلالي والميلودي زينتين من مدينة الرباط. هي آخر التقنيات لجمع النفايات من خلال حاويات تحت الأرض. النموذج هنا من حي بطانة بمدينة سلا، حيث الساكنة رحبت بهذا الشكل الجديد لتدبير النفايات.
هذه بادره زوينه انك تجي وتاخذ الكيس ديالك وترميه تما يعني بلا ما تلقى الازبال طايحين في الارض، وحتى المدينه ديالنا كتبقى نقيه. هذه مبادره طيبه اللي عجبت الساكنه هنايا، علاش؟ لان كنشوفوا نظافه وكنشوف بان هذه الحاويات ما كيكونوش الفوق، يعني ما كيديرونجيوش الناس، حتى ما كيكون دوك القطاط ولا الكلاب الضاله كيجيو بالليل كيشتوا داك الشيء وكيشوفوا المنظر. وسيرتو الحمد لله دابا عطات واحد الجماليه للشارع والجو. مدينة سلا تنضاف لمدن أخرى كانت سباقة لوضع هذه الحاويات قصد تدبير المواطن. نطلبوا من المواطنين هما أنهم يحترموا الشارة اللي كاينة في هاد الحاويات. كاينة جوج ديال الشارات، ملي كتكون شارة حمراء بمعنى أنها ممتلئة، ومن كتكون شارة خضراء ان عندهم الحق باش يخولوا الزبل ديالهم. اللي كاين مطلوب دابا هو انه من الساكنه انه نحاولوا ما امكن، نحن كسكان نحاولوا ما امكن نتجنبوا الرمل داك باش نجيو نرميو الزبل غير في مكان كاين عندنا السياق والطريقه باش كتصوب مزيان، ما كتبقى حتى شي روائح الحمد لله. وتنظن على ان الناس حتى هما الساكنه اليوم حسات بهذاك التغيير وكتحاول تتفاعل معاه ايجابيا. هي إذن حاويات صديقة للبيئة، وبسلوك الساكنة الإيجابي في التعامل معها سيتم التقليص لا محالة من انتشار الأزبال والحفاظ على جمالية الأحياء والأزقة. وفي الفقرة نادية تقترحين أيضا عددا من المواعيد البيئية. نعم. كما قلت زهرة، من المواعيد البيئية المرتقبة تعتزم جمعية الوفاء للتنمية بمدينة تيزنيت استقبال العام الجديد بتنظيم النسخة الرابعة من التظاهرة البيئية سباق الزقاق من 21 إلى 27 يناير 2019. أعلم أن الموعد ما زال بعيدا زهرة، لكن الساكنة اليوم هي مدعوة للانخراط بقوة لتزيين أزقتها وإلباسها أجمل حلة. أنتم أيضا لا تبخلوا في التعريب بمبادراتكم التي نبثها في الفقرة البيئية وأيضا في نشراتنا الإخبارية طيلة الأسبوع، نتواصل بها عبر البريد الإلكتروني citoyen@ecolo.arobase2m.ma وأيضا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 2m.بيئة. ولكل أوفياء الفقرة البيئية نتمنى لكم سنة سعيدة حبلى بالالتزام الإيجابي نحو البيئة وأيضا بالكثير الكثير من المبادرات ابعثوا لنا بها. سنة سعيدة زهراء ايت احل. سنة سعيدة نادية اليوبي، شكرا لك ولقاء بك السنة المقبلة ان شاء الله. ان شاء الله. ونعود الى احتفالات